ما هو المكون الأساسي للشوكولاتة؟ هل هو الكاكاو أم البن أم الشاي؟ 10 ثواني بلشوا، والجواب طبعا كله سهل. المكون الأساسي للشوكولاتة بن ولا شاي ولا كاكاو؟ الكل جاوب. لا شيخة ما جاوبت. شيخة أيوة شيخة جاوبت، شيخة جاوبت، والجواب الصحيح هو أكيد كاكاو. حدا جاوب غلط؟ كلكم برافو، 250 ريال بسم الله، كل واحد فاز 250 ريال، حلوين بيطلعوا 80 دولار. طيب السؤال الثاني، اللي هوايته قراءة الكتب شو بنقول عنه؟ مطالعة ولا مشاهدة ولا مواكبة؟ 10 ثواني. قراءة الكتب يا جماعة، قراءة الكتب يا جماعة، قراءة الكتب. أيوة كله جاوب. أيوة يا أحمد، أيوة ديها يا أحمد، أيوة أحمد عبد الوهاب كله. الأكيد أن الجواب هو المطالعة طبعا. حنشوف. برافو برافو، 500 ريال للجميع، 500 للجميع. يا سلام يا سلام، شفتوا قد ايه صعبة الأسئلة؟ صعبة. 500 ريال هلا صار 150 دولار معكم، لسه ما قلتوا صباح الخير. ماشي اهو حلوين، هدول ما رح تخسرون، ماشيين معكم الفلوس. يلا السؤال الثالث، نحن بنقول أحيانا اللون القرش يعني القرش الفلوس، انه خبي قرشك الكذا ليومك المهبة بالأسود، هل هو خرش أخبي قرشك الأبيض أم الأحمر أم الأخضر؟ تصوروا بقى، شوفوا السؤال ما أصعبه. يلا يا إيمان، يا إيمان أنت جاوبي بدون ما تبين مشان غيرك بجوز ينقل منك. خبي قرشك أنو قرش؟ أكيد لا أحمر ولا أخضر، خبي قرشك الأبيض إلى يومك الأسود. والكل جاوب صح ولا حدا جاوب غلط؟ أيوة أيوة، 750 ريال للجميع. أيوة أيوة أيوة، بس طبعا جايكم الأسئلة القوية فيما بعد، من الأول هيك شوية حركات. طيب هذا السؤال شوي تركي تركي، ماشي ركزوا معي ركزوا معي. روي عم بيقول لي لا تساعدهم، قلت له قلبي أطيب من إني أرد عليك، أطيب من إني أرد عليك يا روي، بدي ساعدهم. روي حاطينه بس هذا مشان ينكد عليكم، بس أنتوا أنا مين؟ أنا موجود، أنا موجود. طيب في تحية بالصين، أنا رحت على الصين عام 1990، مين ولدان بعد 90؟ ما في حدا ولدان بعد 90. طيب هل هي نيهاو كونيتشوا؟ بالياباني بيقولوا كونيتشوا، وبإيطاليا بيقولوا تشاو، فشو هي الكلمة اللي بالصيني مرحبا؟ نيهاو ولا كونيتشوا ولا تشاو؟ إذا حدا جاوب غلط بدي أزعل منه بقى. محمد محمد، نيهاو نيهاو. أيوة 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 أيوة، طبعاً مبين الكلمة اسمها نيهاو وجوابها تشيتشي. أي نيهاو تشيتشي يعني أنا منيح،